الكتاب الكبير للشيخ حسن السكندري. ورحمة الغراء بالخيرات تهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. نعم. الذي خلق الموت والحياة أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي أنزل على عبده سورة الجن فحكى فيها العجب العجاب عن الجن وسماعهم للقرآن وعدم الشرك بالعزيز الوهاب الواحد الأحد المتعالي عن الزواج والإنجاب، وفضح فيها إبليس اللعين والجن والشياطين واستعاذة الإنس بالجن مرهقين وتكذيبهم للبعث مشركين وحراسة السماء من الشياطين الذين يتسمعون فيصيبهم الشهاب المبين وجهلهم عن الغيب أجمعين وصنوفهم من الكفار والصالحين وضعفهم وعجزهم أن يكونوا من الهاربين وأن منهم المسلمون والقاسطون فالمسلمون الراشدون والقاسطون الجائرون ولو استقاموا لشرب الماء الهنيء المعين ومن يعص الله فله عذاب عظيم مهين والمساجد لله لا لسؤال السائلين وهذا عبد الله قام في الجن من الناصحين فاجتمعوا عليه أجمعين فنصحهم للواحد المتين وقال لا أملك لنفسي أو لأحد منكم شيئا أو لأحد من العالمين وليس لي إلا البلاغ المبين للتحذير من عصياني وعصيان رب العالمين بالوعيد الشديد والعذاب المهين ولا أدري متى هذا الوعيد أقريب أم بعيد ولا يعلمه إلا عالم الغيب البعيد والرسول المرتضى وصاحب العهد الشديد المحاط بالحفظة والراصدين وبعلم وإحاطة المحصي المعد المتين هذه السورة آياتها 28 آية وكلماتها 285 كلمة وحروفها 959 حرفا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا أعوذ بالله الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم نعم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا نعم يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا اتخذ صاحبة ولا ولدا
نغلق المصاحف ونسمع الآيات. بتبدأ بقول وهذه الصورة من ضمن الصور الخمس التي في القرآن بتبدأ بقول، يعني القلاقل في القرآن. قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أيضا الرابع قل يا أيها الكافرون، قل أوحي إلي، بسم الله الرحمن الرحيم، التسميع قل أوحي إلي، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، نعم، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، نعم، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، نعم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، نعم، وأنا ظننا والجن على الله كذبا، نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يبدأ يقرأ سمع الآيات، أنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على ركز معي، وأنه كان، وأنه وصلة وتوضع بعد هاء الكناية كما سنبين إن شاء الله باب المد والقصر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون حروف المد، يعوذون حرف المد الواو قبله ضم كما سنبين إن شاء الله، يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نبدأ التسميع من أول السورة، ها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، سمعوني، يهدي إلى الرشد فآمنا به، أيوة كده، ولن نشرك بربنا أحدا، ما شاء الله علينا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، حياكم الله، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، نعم، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجد ذهنك رددا ثم رددا، شايف النطق الصحيح، رددا مش رددا، رددناه أسفل سافلين، سورة إيه؟ نعم، سورة التين، نعم، وهنا كما قلت إن أردت شرح صدرك للدين وإيه كمان وحلاوة
وحلاوة الايه؟ التين، مش كده؟ طيب خلينا هنا. فوجدناها مولئت الهمس، جران النفس اللي في التاء، مولئت حرسا شديدا وشهبا. نعم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ها. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. نعم. وأنا لمسنا السماء نغلق المصاحف ونسمع الثلاث آيات. يلا. ها. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. نعم. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. نعم. نعم. ها. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. اسمع الآيات من الأول. وأنا لا ندري، يلا نغلق المصاحف ونسمع. ها. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. نعم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. أنا عايز أسمع الأربع آيات دول مرة ثانية بتركيز بداية واحدة، وقف واحد، نفس واحد. وأنا لا ندري، كل يسمع وكل يقرأ. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أيوك يا ما شاء الله. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. نعم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. نعم. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. اسمعوا من الآيات
عشان تسمعوها كاملا ان شاء الله تعالى بتركيز. وكما قلت من قبل، حياة القلب علم فاغتنمه، وموت القلب جهل فاجتنبه. هكذا حياة القلب علم كده، لأن الإنسان حفظنا الله اللهم أمين اللهم سلم، قد يكون الإنسان قلبه ميت أو قلب منكوس، إنما هناك إلا من أتى الله بقلب إيه؟ سليم كده، عامر كده بالتقوى بالإيمان وبالصلاح. هكذا اسمع الآيات أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. كل في المصاحف ويبدأ التسميع، واللي معايا على الشاشة كل الجمهور يبدأ التسميع لها، بسم الله الرحمن الرحيم. أسمع كل يقرأ، كل يسمع، كل يرسم معايا. من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، نعم، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نعم، وأنه كان يقول سفيهنا على الله. الآية الرابعة هذا الخامسة، أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، نعم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، الآية السابعة، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، الآية الثامنة، وأنا لمسنا السماء فوجدنا
ملئت حرسا شديدا وجشودا لا يتسع وأنها كنا نقعد منها نقايا للسمع فمن يستمع الآن له شهادة وصف الآية عشرة وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا نعم وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا الآية 13 وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض الآية 13 وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا عاقا يبقى ديت آيات الجن وطبعا الإنسان المسلم دائما يقول في أذكار الصباح بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يبقى الحصن الحصين الإنسان المسلم لازم يكون له حصن حصين أذكار الصباح أذكار المساء أذكار النوم وما إلى ذلك فتقول في الصباح أو في المساء بعد صلاة العصر صباح يعني بعد صلاة الفجر في المساء بعد صلاة العصر تقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رضيت بالله ربي وبالإسلام ديني وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولي في الصباح تقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وفي المساء تقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وما إلى ذلك مع أذكار الصباح وأذكار المساء وأقول أذكار الصباح وأذكار المساء ودايما تتصبحوا بي وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات قولوا آمين رحم الله عبدا قال آمين وإلى لقاء إن شاء الله مع تكمل سورة الجن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله بالطالعة فأما